FM. الكلمة ليك. نحب نرجع للموضوع سي رجاء، مهم برشا تداعيات وما زالت ممكن حتى في الفترة القادمة وأمال كذلك، هو دونك عملية اغتيال سميرة القنطار، تداعياتها على المنطقة ككل، وين نجمو نمشيو سي رجاء؟ اغتيال قنطار هي إشارة من المخابرات الإسرائيلية، تكلمنا عليها البارح، إشارة من المخابرات الإسرائيلية إلى أن الحرب متواصلة، ما ثماش حتى شيء يمنع المخابرات الإسرائيلية من انقطاع في تنفيذ عملياتها القتالية في الأرض المجاورة في لبنان وفي سوريا. اغتيال القنطار هو رمز، قنطار مسكين كان سجين في السجون الإسرائيلية لمدة 30 عاما، تخلص صغير خرج كبير، معناها دخلوا ليد صغير، معناها كان مقاوم، معناها كان مجاهد، وهو درزي من الدروز، والدروز تعرفوا هذا شعب مقسم بين 3 بلدان أساسا، بين إسرائيل، بين فلسطين وجودهم قديم جدا، وتجدهم في لبنان على في جبل الشوف وغيره، جنوب لبنان، في جنوب لبنان، وتجربهم يعني عندهم جالية درزية كبيرة. تنذكروا بأن فريد الأطرش واسمهان دروز، نذكروا بأن كمال جنبلاط درزي، الأمير كمال جنبلاط لأنه أمير درزي، الجالية الدرزية الهامة في لبنان يعني شد الجبال. ثم هناك جالية موجودة في إسرائيل وهي إسرائيلية 100% لأن ما عندهاش انتماءات دينية، ماهيش إسلامية وما هيش مسيحية، وما هيش، عندهم ديانة شبه هندية مخلطة بالبوذية والإسلام، شبه هندية، نعم. شبه هندية. وكان كان ألمع ممثل الجالية الدرزية هو الشهيد الزعيم كمال جنبلاط، بو ولي جنبلاط اللي قتلوه في يوم ما في ثنيته من المختارة اللي موجودة على 40 كيلومتر من بيروت، وهو نازل إلى بيروت فوقع اغتياله سنة 78 أظن، ووريثه وليد جنبلاط. ثم هناك جالية درزية كذلك في سوريا لأنها المنطقة هذه جبلية، ونتكلم على سوريا ولبنان، هات نذكروا بأن الخريطة الجغرافية كلها 70 كيلومتر بين القدس ودمشق، 70 كيلومتر مش حاجة كبيرة، نذكروا ساعة بهالأمور هذه باش نفهموا. إذن قنطار كان درزي ولكن دروز في لبنان عندهم انتماءات اشتراكية، الحزب الاشتراكي متاع وليد جنبلاط، وانتماءات كذلك إلى نقول الفوج القومي من المقاومة بصفة عامة، عجبهم بعض الدروز، عجبهم حزب الله الشيعي اللبناني اللي كان يعني في الجنوب اللبناني وفي جنوب بيروت كذلك في برج البراجنة وغيره، عجبهم، تفاعلوا معه ودخلوا معه. القنطار حال خروجي من السجن الإسرائيلي التحق بحزب الله بما أنها في حرب ضروس ضد إسرائيل، وهو يسال إسرائيل مغير فتقيق، ثم التحم معها في دخولها لتأييد قوات بشار الأسد ضد القوات المناهضة ليه والمعارضة ليه، وضد القوات اللي جات بعد ولا جهادية. دخلت قوات حزب الله اللي كانت يعني كانت متراصة على الحدود الإسرائيلية، دخلت قوات حزب الله وهي مسلحة جيدا من قبل إيران الشيعية، وهذيك يعني حزب الله هي تمثل القوة الإيرانية في المنطقة، وهي وسيلة ضغط كذلك على المنطقة وفي ثقل إيران على الشرق الأوسط، يعني تلعب دور كبير. فدخل معهم قنطار حال خروجه، دخل والتحم واحتضنه حسين نصر الله زعيم حزب الله وقام بالخطاب، هو اللي حرر زيد سيراجي معناتها، اي معناها باللي سمير قنطار وقع تحريره في 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 نطاق تبادل أسرى في مقايضة وضغط مقايضة قوي من حزب الله على أي. إسرائيل هي سلمته معناتها سجين، خرجته مع بعض بعض الأسرى، عميد الأسرى في العرب. نعم. العرب من مش فلسطيني كما يظن البعض، ليس العرب كان مع المقاومة الفلسطينية مما لا شك فيه. نعم. من اللي كان صغير لكن تعرف 30 سنة في الحبس خرجوا وخذ الدكتوراه في الحبس كما توا عنا السجين الفلسطيني الأول اللي هو البرغوثي الذي يمثل مستقبل المقاومة الفلسطينية، يعني ما ثماش رمز أقوى من البرغوثي اللي نسيناه
شويه لان اعلاميا تنسى وهذا شيء مؤسف. لكن قام البارح حسين نصر الله بعد جنازه القنطار وهدد بالانتقام من اسرائيل بعد مقتل قنطار. الرد الاسرائيلي جاء اليوم الصباح، شو يقولوا؟ يقولوا نظرا للوضع الحالي نحن قابلون لفكرة الانتقام ومستعدون لها. هل هناك مخطط لرد كاسح لاستغلال ضعف حزب الله في لبنان بمنه دخل المواجهة الحربية في سوريا لاستغلاله لدك قواعده في لبنان؟ هذه هي المحللين والمراقبين الكل يستناو تمش استغلال من إسرائيل للوضع الآن تاع حزب الله لوضع الالتزام بالحرب في سوريا باش ينتهزوا فرصة الرد على مقتل قنطار باش يعملوا هجمة كاسحة على جنوب لبنان. هذا ما يخافوا منه اللبنانيين حاليا. هذه الموضوع موجود على الطاولة وهو موضوع مؤهل لانفجار كبير ربما باش يزيد من تعقيدات الوضع في سوريا. الكلمة ليك.